أجمل مدينة في ألمانيا للأشخاص اللي عايشين داخل ألمانيا أو اللي عايشين خارج ألمانيا؟ هل شي يوم سألتوا أنفسكم عن أجمل مدينة في ألمانيا؟ بهذا الفيديو رح أعطيكم أجمل 10 مدن في ألمانيا بالترتيب. أصدقائي اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ونبدأ بالفيديو على طول. أول مدينة وأجمل مدينة في ألمانيا هي مدينة هايدلبرغ بمقاطعة بادن فورتمبرغ. هي تم تصنيفها على أنها أجمل مدينة في ألمانيا. بجامعة هايدلبرغ في 30,000 طالب جامعي. أجواء المدينة الجذابة ومعالمها الشهيرة وحقيقة الرائعة، الجسر القديم، القلعة، البوابة من أهم معالم المدينة. ويعني اللي ما راح على هايدلبرغ فاتوا كتير أشياء، فبنصحكم أنكم تزوروا هاي المدينة سواء سياحة يومين ثلاثة أربعة أو ساعات قليلة، ولكن أفضل أنكم تضلوا فيها يوم يومين ويعني تستمتعوا بجمال المدينة وخاصة بالربيع. يعني بهاي الأوقات شهر الخامس السادس لا في حر ولا في برد كتير. المركز الثاني مدينة هامبورغ، تم تصنيفها على أنها ثاني أجمل مدينة في ألمانيا. يعني هامبورغ تسمى باللؤلؤة، لقبها باللؤلؤة. فيها تنوع وهي مدينة أنيقة بنفس الوقت. يعني كثير من الأشخاص بدون سبب بيعشقوا هاي المدينة، بيتعلقوا بهاي المدينة. هامبورغ وما أدراك ما هامبورغ. سكان هامبورغ شاركوني أراكم كيف بتشوفوا هامبورغ، شو رأيكم بهامبورغ اللي له فترة منيحة بهامبورغ. ثالث أجمل مدينة في ألمانيا بالمركز الثالث مدينة فيسبادن بهيسن، تم تصنيفها على أنها بالمركز الثالث كثالث أجمل مدينة في ألمانيا. فيها ينابيع حرارية عديدة، فيها كنيسة أرثوذكسية تسمى بالكنيسة اليونانية كمان، كنيسة الروسية اليونانية. المركز الرابع مدينة لينغدار على بحيرة كونستانس في بايرن. هاي المدينة حقيقة يعني جميلة ورائعة رائعة رائعة. ليش؟ لأنه تجي على شكل شبه جزيرة بمقاطعة بايرن على حدود مقاطعة بادن فورتمبرغ. يعني من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها وتشوفها في ألمانيا. موقع المدينة لوحده تحفة حقيقة. فيها معالم طبعا، ومعلمها الأكثر شهرة هو مدخل المرفأ. شاركونا أراكم بالتعليقات أو حدا زار هالشي اكتبوا لنا انطباعكم عن هاي التجربة بالمدينة. المركز الخامس مدينة مونستر. مونستر حقيقة من نفس الوقت هي قريبة مني شي ساعة. يعني من أجمل المدن في ألمانيا، من أرقى المدن في ألمانيا، وهي مدينة أنيقة بنفس الوقت. فيها يعني حقيقة عدد كبير جدا من الدراجات الهوائية. سكان مونستر بيستعملوا الدراجات الهوائية بشكل لا يوصف. كمان فيها عدد جامعات كبير جدا، وفيها طلاب جامعيين دكاترة ومهندسين وكافة الأفرع الجامعية. فيها حقيقة يعني عدد لا بأس به من طلاب الجامعيين. والسوق الرئيسي في المدينة أجواء ديناميكية. السوق الرئيسي في المدينة متاجر، مطاعم، كاتدرائية القديس بولس وساحة القلعة. هي من أجمل معالم مدينة مونستر بشمال الراين. المركز السادس مدينة دريسدن بزاكسن. مدينة دريسدن بزاكسن ترتبط المدينة القديمة والجديدة بالجسر. في جسر بيفصل المدينة الجديدة والقديمة عن بعضهم البعض، ولكن بنفس الوقت يعني ما في فرق كتير بين المدينة الجديدة بدريسدن والمدينة القديمة، لأنه التخطيط المعماري وشكل الهندسي للبيوت والمباني في دريسدن تقريبا مشابهة جدا، فتم تصنيفها بمركز السادس مدينة دريسدن. المركز السابع وسابع أجمل مدينة في ألمانيا هي مدينة شترالزوند بميكلنبورغ فوربومن. هي بنفس الوقت ما هي مدينة كبيرة، ولكن تقع على بحر البلطيق وفيها أشهر المنتجعات في ألمانيا، وكمان فيها متحف بحري. فالأشخاص اللي بيحبوا هاي التجارب المنتجعات والمتاحف البحرية حقيقة فيكن تزوروا مدينة شترالزوند في ميكلنبورغ فوربومن وتستمتعوا بهاي الأجواء الجميلة الرائعة، لأنه تم تصنيفها بالمركز السابع. المركز الثامن تأتي مدينة فايمار بتورينغن بولاية تورينغن. من أهم المدن الثقافية في ألمانيا
حقيقة وبيزورها كمان يعني عشاق الثقافة والكتب والمعارض بيزوروها بأعداد كبيرة جدا. مدينة فايمر تم تصنيفها بالمركز الثامن في توغينغن. المركز التاسع إيرفورت كمان بتوغينغن تم تصنيفها بالمركز التاسع أجمل مدينة في ألمانيا. فيها شوارع ضيقة منازلها صغيرة وكمان من أهم معالم المدينة كاتدرائية سانت ماري وكنيسة سيفري. شاركونا آراءكم حول هذه المدينة اللي راح زارها أو المقيمين بهذه المدينة، هل حقيقة تستحق أنه تحتل مركز التاسع كأجمل مدينة في ألمانيا ولا لا؟ المركز العاشر والأخير بهذا الفيديو مدينة ميونخ في بايرن، يعني هي قصة لوحدها، قريبة من جبال الألب على حدود يعني قريبة من النمسا وإيطاليا. مكان جميل للمشي تزلج. مهرجان أكتوبر فيست في ميونخ حقيقة مشهور جدا، ويعني بيروحوا لقلوا مجموعة كبيرة من الأشخاص من سكان المنطقة وكمان من مناطق الأخرى من ألمانيا بيروحوا بيحتفلوا بهذا المهرجان، مهرجان أكتوبر. الناس بيلبسوا أزياء تقليدية، زي تقليدي في بايرن معروف جدا، وكمان فيها ساحة مارين بلاتس وكنيسة السيدة العذراء، يعني مدينة غنية عن التعريف والكل بيعرفها. تم تصنيفها بالمركز العاشر كعاشر أجمل مدينة في ألمانيا. شاركونا آراءكم حول هذه التصنيفات، حول هذه الأرقام، المراكز، كيف شفتوها؟ هل في مدينة أجمل من الثانية ولا بتشوفوها منطقية ولا غير منطقية؟ وفاة 9 لاجئين سوريين غرقا قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا. حقيقة البحر ما عم يتوقف عن بلع، ويعني أشخاص كتيرة عم تفقد أرواحها في سبيل الوصول إلى أوروبا. وآخر الأخبار عم تقول أنه فقدان 9 أشخاص أو وفاة 9 أشخاص بعد ما انقلب بهم القارب قبالة السواحل الليبية. طبعا ما في معلومات أخرى من المنظمة الدولية للهجرة. حقيقة في إهمال كتير بالإعلام، في إهمال بسفن الإنقاذ من ناحية الدول، كما في إهمال كتير بخصوص اللاجئين، يعني كأنهم بس أعداد، بس عم يذكروا أعداد، ما في عمل حقيقي لإنقاذهم، عمل حقيقي لحل هذه المشكلة. الناس عم تدفع آلاف اليوروهات لتوصل لأوروبا وبعدين عم يفقدوا أرواحهم، عم يعني في أطفال وراهم، في عوائل، في نساء، في رجال، للأسف الشديد العائلة عم تتفكك بسبب البحر، قوارب الموت. ما ذكروا معلومات تانية حول مدنهم أو كيف صارت القصة أو من وين أو وين رايحين وين جايين، ما كان في معلومات أخرى. فقط الجهة المهتمة بهذا الموضوع هي المنظمة الدولية للهجرة. بحسب المعلومات من المنظمة الدولية للهجرة عم يقول أنه بالعام الحالي عام 2024 كان هناك 100 شخص، 100 مهاجر تم فقدانه في البحر الأبيض المتوسط. وكمان إذا هذا العدد قارناه بالفترة، نفس الفترة من العام الماضي عام 2023، راح نشوف أنه العدد صار ضعف. يعني العام الماضي كان 50 شخص، بهاي الفترة هذا العام 100 شخص، وبعام 2021 كان بأكمله كان في عنا أكثر من 2000 حالة فقدان ووفاة في البحر الأبيض المتوسط، وبعام 2023 هذا العدد ارتفع وصل إلى أكثر من 3000 شخص. هذا فقط العدد اللي يتم إحصاؤه. في ناس حقيقة بيتم فقدانها وما بيشوفوا جثثهم، حتى معلومات عنهم، حتى الأهالي، عوائلهم، أقربائهم، يعني الأم، الأب، ما بيشوفوا جثث الشخص اللي انفقد لأنه بيروح وما في معلومات عنه، للأسف الشديد. الله يترحمهم وتعازينا الحارة لعوائلهم. ظاهرة استئجار الرحم في ألمانيا أو استئجار الأرحام في ألمانيا، هاي الظاهرة بآخر سنتين ثلاثة منتشرة بشكل كبير جدا وبشكل غير طبيعي. استئجار الأرحام، كيف يعني استئجار الأرحام؟ يعني في ناس ما بيجوها أطفال، ما بدهم يجيبوا أطفال أو ما بيجيهم أطفال، يعني في عندهم مشكلة، في عندهم شيء أنه خلص ما في عندهم أطفال، بدهم أطفال ما بيجيبوا، فشو بيساووا؟ في عنا كمان التبني، ولكن في شيء تاني. هلا حاليا عم نحكي عن استئجار الأرحام. استئجار الأرحام بيكون على هذا الشكل، بتفقوا مع امرأة مقابل
مبلغ مادي اتفاق مع امرأة انه تنجبي لنا طفل عن طريق العيادات المنتشرة في ألمانيا عن طريق زرع بويضة في المرأة. المرأة الطرف الأول، المرأة الحقيقية أم الطفل، تتفق مع العائلة وبيزرعوا هاي البويضة، فبيجي الطفل، بيجي الطفل، العائلة الثانية بتاخذ الطفل اللي اتفقوا معاها، طبعا مقابل مبلغ مادي أو مقابل شو، اتفاق بيكون بين المرأة والطرف الثاني، العائلة الثانية. ولكن في مشاكل وفي أشياء حقيقة بتواجه الجميع، هي على شكل التالي. هل هذا الطفل بعد ما بيولد شو اللي بيضمن أنه يتلقى معاملة جيدة ومعاملة مثالية من العائلة اللي راح تاخد الطفل؟ شو اللي يضمن أنه راح يتلقى معاملة جيدة؟ يعني هل راح يعاملوه مثل الطفل هون، مثل هن جابوه، ولا لا بالمستقبل؟ فهي حقيقة مشكلة كبيرة. حقوق الأم اللي أنجبت الطفل، هل راح تأخذ حقوقها ولا لا، ولا كان في عقود؟ كمان هذا الشيء بيلعب دور. الطفل أثناء الولادة إذا كان في تشويه خلقي أو مشكلة أثناء الولادة، أو الطفل يعني الله يخلي لكم أطفالكم جميعا، طفل ولد يعني ناقص، مين راح يكون المسؤول؟ مين راح يتبناه؟ الأم؟ العائلة الثانية؟ ولا كيف؟ كمان هذا الشيء يعني غير واضح لحد الآن. مع قوانين وحقوق المثليين حقيقة هذا الموضوع اتطور وأخذ حيز كبير. الآن في أشخاص معارضين في أوروبا لهذا الشيء في ألمانيا، وكمان أشخاص مؤيدين. المؤيدين عم يقولوا أنه للكل الحرية في استجار الأرحام وفي أن يصبح أم وأب، والمعارضين عم يقولوا أنه ممكن بعد ما تساوي المرأة هاي الخطوة وتعيش حالة مشاكل نفسية وحالة من حقيقة الاشتغس بالمستقبل، وهذا الشيء بيندرج حسب المعارضين عم يقولوا تحت بند التجارة والعبودية. فشاركونا أراكم حول هذا الموضوع، استئجار الأرحام في ألمانيا. طبعا أنا عم بطرح هاي المواضيع ليكون في عنا فكرة، مو أنه عاجبني الموضوع عم بطرحه. الذهب يصل إلى أرقام قياسية وخيالية لأول مرة في التاريخ. اللي ما اشترى ذهب خلال الفترة الماضية راحت عليه. أوقية الذهب اللي هي 31 غرام الأوقية، سعرها وصل إلى 2350 دولار، وفي 12/4 وصل إلى 2426 دولار. لأول مرة في التاريخ يصل إلى هذا الرقم. الذهب حقيقة هذا العام على وجه الخصوص عام 2024 طار، يعني صاروخ ما عم يتوقف. فالأشخاص اللي ما اشتروا حاليا ندمانين ندم كبير كتير، لأنه ارتفع بشكل كبير كتير. يعني تصوروا في الشهر العاشر العام الماضي 2023 شهر العاشر، الأوقية كانت ب 2820 دولار، وهلأ وصل ل 2400 دولار، يعني تقريبا أكثر من 500 دولار ربح. اللي اشتروا بشهر بالعام الماضي شهر العاشر والتاسع والثامن حاليا فيهم يربحوا أكثر من 500 دولار للأوقية الواحدة، يعني لل 31 جرام. والذهب دائما أفضل استثمار. الذهب أفضل من العقارات والبيوت والسيارات والتكاسي، أفضل من كل شيء. الذهب ما بيفقد قيمته بالحروب، بالفيضانات، بالأمطار، شو ما صار الذهب هو ذهب، قيمته ما بتنفقد. فالأشخاص اللي حابين يستثمروا فيكم تشتروا ذهب. الأشخاص اللي ما فيهم حقيقة وضعهم المالي صعب جدا، فنتمنى لهم أنه يكونوا مستقبلا قادرين على شراء الذهب والاستثمار بالذهب، لأنه الأسعار ارتفعت بشكل جنوني بشكل كبير جدا هذا العام. شاركونا آراءكم بالتعليقات وعن سعر الذهب في دولكم خارج ألمانيا. هل أنتم تشتروا أوقيات ولا تشتروا غرام عادي هيك للزينة، للنساء للزينة فقط؟ وشاركونا آراءكم بشكل عام حول الذهب، هل بتشوفوه مثل ما أنا عم بتصور أفضل استثمار ولا لا؟ أصدقائي أنا هيك بكون تقريبا وصلت لنهاية الفيديو. مع هاي المناظر الحلوة
الخلابة، الأجواء الربيعية. يعني كان في مطر اليوم الظهر العصر، وحاليا الجو هادئ، العصافير، الناس ببيوتها، والوضع جيد جدا تحت السيطرة مثل ما عم يقولوا. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، نشوفكم بفيديو آخر، والسلام عليكم.